بيناقش مشاكل الموظفين مثلا، وانك كل شويه بتعمل ماسك معين، ماسكك في الشغل غير ماسكك في البيت غير ماسكك ايا كانت فين. التفاعل طبعا، معاداه الحاجه اللي انت بتحبها، لو حد بيعادي هوايتك فهتتعامل معاه ازاي. الفن الصامت يوصل فعلا للراي العام، وكفرقه بقى نفسنا كل المسارح تشوفنا وكل الناس في مصر تحضر لنا والدول العربيه والعالم كله كمان.